السلام عليكم دريدينا، كيفما مزيانين بخير؟ اليوم نتمنىكم تكونوا كاملين مزيانين بخير وعلى خير. اليوم معكم فيديو جديد دريد، كيما كنعرفكم بالجديد فيديو شي حاجه مزيونه بزاف ديال الدراري اللي قالوا لي عملنا عليها فيديو عملنا عليها فيديو. عملتكم فيديو اللي قبل من هذا، عملتكم فيديو الدراري هذا مقص ومشطه كامله، ودابا عملتكم نص ماكينه ونص ديال المشطه ومقص. المهم هاد الفيديو بلا ما نطول عليكم، هاد الفيديو شي حاجه مزيونه بزاف ونتمنى ان الاعجاب ديالكم، يعني الا عرفت راه عجبكم يعني بلي لايك بزاف وكومونتيرات ديالكم باش نعرف فيديو راه عجبكم باش نستمر انا في هادشي هذا. وان شاء الله يا ربي راه عاودت راه ماشي مسابقات مزيونين بزاف، ولكن ماشي دابا قلت كمان 100,000 مشترك ان شاء الله، وعمل مسابقات وجوائز بزاف الحاجات في بالي هادي، وحتى شي واحد ما عاد لهم يعني في المغرب حتى شي واحد حد الان باقي يشوف حتى واحد ما عدل هادشي هذا، وراه في بال ديالي راه نعدل شي حاجه مزيونه بزاف، ولكن توصل 100,000 غنقدر نعدل هادشي هذا ونقدر نعدل شي حاجه واعره بزاف 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 ما تقدر تطيح على حتى شي واحد. وهادشي هذا بالدعم ديالكم وبارطاج واللايك وكل شيء ديالكم، يعني اللي باقي ما ابوناش يتابونا، واللي باقي ما دخلش عندي الانستغرام، ها الانستغرام ديالي ها هو هنا ولا هنايا، يدخل عندي الانستغرام وتفالو وما يخلي شي واحد جيم ديالو واحد تصويره ولا جوج ولا ثلاثه ولا كاملين. المهم الدراري الفيديو ديالنا بلا ما نطول عليكم، الفيديو ديالنا شي حاجه مزيونه بزاف الدراري، ونتمنى ان الاعجاب ديالكم بزاف بزاف بزاف، وقولوا لي فيديو اللي ما جيش من فيديو بغيت نعمل لكم في الكومونتيرات، حيت الكومونتيرات ديالكم راه كيهموني بزاف الدراري بزاف بزاف باش نعطيه انا، واللي ما عطيتونيش نتوما باش نعمل لكم فيديو جديد راه ما كاينه والو، نتوما اللي كتبغيو ثم اللي كطلبوا وانا كنفذ، ثم كطلبوا وانا كنفذ. وعملت واحد جروب في الواتساب مزيون بزاف، الدراري كتعاون مع بعضيتها والدراري كتسرد فيديوز الحاجات اللي عملتها كتسردها باش كنتيوا يعني كنتي بحال نقول لك يعني كنصلح يعني شي ديفو عملو كنقول له ها هو، ولا كيسرد فيديو في دقيقه ولا شي حاجه عاود كنقول له هاد الديفو فين هاد الديفو فين هاد الديفو فين، باش الدراري كتحسن. وانا ما خصني حتى شي واحد يجبر الصعوبه، خصني كلشي يتعلم كلشي يرجع بخير وعلى خير الدراري، وكلشي حتى هو يفتح لاشين ديالو في يوتيوب حتى هو يعلم الدراري. المهم هادشي هذا الحاجه اللي تعلمتي لا ما تخليهاش عندك، وريها لواحد اخر ودعم واحد اخر، وهذا ماشي وربي يسر لك في اي حاجه ديالك. وشكرا بزاف الناس اللي واقفه معايا واللي عامله فيا الثقه بزاف، شكرا شكرا. ما ننسى لكمش الخير ديالكم، ميساجات كنقراهم لا في انستغرام ولا في كومونتيرات، راه كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين وكديو معايا، وشكرا بزاف الدراري شكرا بزاف. وفيديو هذا ان شاء الله تشكروني عليه. المهم الدراري قولوا في الكومونتيرات من فيديو بغيت نعمل لكم اللي ما يجي فيديو ان شاء الله يا ربي. ها وما نسيت قلت لكم راه عندي واحد فيديو قبل من هذا رانا مصوره، وان شاء الله غننزلو. شو واش الا بغيتو تنزلوه ولا لا، نتوما كتشوار واخا عندي نتوما اللي كتشوار ديال البروشين، الا بغيتو يعني نعمل لكم فيديو يعني عادي اصلا عادي، يعني خصني نمونطي شي طروبه خصهم يزولو شي حاجه خصها تزد كنعوض داكشي مع بعضيتو، يعني ما كنعمل لكم لا مونطاج لا والو، غير كنلصق لك فيديو مع بعضيتو وكننزلو لكم، يعني ما كنطولش عليكم بزاف. المهم ما تنساوناش بجيم وبارطاجيو، الا بغيتو نعمل لكم فيديو ديال البروشين قولوا لي في الكومونتيرات ولا الانستغرام، هيدا ولا هيدا ولا هيدا. يلا الدراري خليكم، وتحياتي كاملين بكم الدراري، راكم في القلب وعزازين عليا بزاف، وراه كنت في مراكش والناس احلى الناس في مراكش، تحياتي الدراري ديالي. المهم الفيديو هذا راه مشطه ومقاس والنص ديال الماكينه، من تحت بالماكينه وبين الماكينه ومن فوق راه مقاس مشطه ومقاس وبالاصابع كما كتشوفوا. عملت له اكبر نمره حيتاش كيخلي الحسنه كلاسيكيه شويه، يعني نمره عملت له نمره 4 من تحت، يعني هي رازيها بشويه هيدا كامله، حيتاش انا خدام ثقيل بزاف دابا، وعادك الماكينه يعني الا زربتي فيها راه تقدر تنطع لك ولا شي حاجه، يعني خصك تضرب وتخطف يدك، يعني تطلع وتينا كضرب من تحت مزيان وتينا كطلع يدك بشويه بشويه كما كتشوفوا في الفيديو هيدا. وراه خدام لكم ثقيل بزاف انا باش تستافدوا الدراري ديالنا، الله يرحم والديكم تستافدوا بزاف تستافدوا. وحاولوا الدراري رانا عملت جروب في الواتساب، وحاولوا يعني انا عملتها في انستغرام، وحاولوا تدخلوا الدراري الانستغرام دعمونا باللايك وسبسكرايب في انستغرام، وباش ما تبغوا تدعمونا دعمونا الدراري باش طلع هاد لاشين اكبر عدد الدراري. وشكرا بزاف، وراه نعمل لكم شي مسابقات بزاف الدراري، شي حاجه واعره 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 بزاف، تنكملوا 100,000 مشترك باش نعدل لكم بزاف ديال المفاجآت ان شاء الله، ومسابقات وبزاف الحاجات راه عندي في بال ديالي راه نعدل لكم ان شاء الله يا ربي. المهم كما كتشوفوا دابا معنا راه كنضرب النمره 4، يعني هي كنخطف الماكينه كنضرب من تحت مزيان ومن فوقيه بحال اللي كنخفف باش يعطينا العبر.
كما كتشوفوا معنا مشيو معاها كاملة هيدا من تحت فيني مزيان ومن فوقي على يدك شوية كما كتشوفوا هاي طلع معاها كاملة هيدا الدراري ويب شوية حاولوا خصموا ويب شوية والنفس ديالكم تكون مرتاحة ما تخدموش هادشي هذا يعني يعني زاحم على راسك و تينا خدام خوفا لا بالعكس الا خدمتي هذيك خوفا انت كليان يرد لك بباله و كيقول هذا ما معلمش لا خدم مرتاح مع راسك واي حاجه احتاجتوها الدراري قولوها لي في الكومونتيرات ودوزون عندي الانستغرام باش نعمل لكم اي حاجه نعمل لكم عليها في فيديو الدراري وان شاء الله باقا نعمل لكم شي حاجات مزيونين بزاف ومسابقات والجوائز وبزاف الحاجات ان شاء الله يا ربي خصني يزيد يعني تزيد لاشين تكبر باش نعطي في هادشي هذا ان شاء الله يا ربي فهمتي باش تكبر لاشين باش هذا يقول انا هذا الدراري باش نعدلو شي مسابقات واعرين بزاف والجوائز يعني فيها شي قيم يعني مزيونه بفلوس والجوائز فيها بزاف الحاجات هنعمل لكم ان شاء الله هيكون ان شاء الله عمره شي واحد عدله في المغرب كامل عمره ما عدل هادشي هذا اللي في بال ديالي لحد حيتاش كنشوف انا باقي ما عدل حتى شي واحد هادشي هذا وان شاء الله ما تكبر الله الشيء راه نعدل لكم شي حاجات واعرين الهبال شي حاجه في مستوى الدراري المهم خليكم دابا مع الحسنه وان شاء الله نعمل لكم فيديو المره اللي ما جا باش نفهمكم على هادشي هذا اللي هنعمل لكم جديد ان شاء الله يا ربي المهم دابا كنمشيو بالنمره 4 كامله كامله هيدا وخدم بشويه عليكم الدراري ومرتاح شوف كنخدم من تحت كنحك مزيان ومي كنصافي النص ديال يعني الدوره ديال النص كنخفف يدي يعني كنخطف الماكينه مورا نخدم مشطه ومقص ما نسالي هادشي هذا كامل اترازي بعدا تردو راي بماكينه اولا بزيزواره اولا بمقص يعني شفتي انا اللي ترتاح فيه ومن الاحسن يعني الدراري صغار بماكينه يعني يا كبيره يا صغيره انا نخدم لكم ماكينه صغيره الناس اللي ما عندهاش ماكينه صغيره يعني يمكن لك تخدم حتى بماكينه كبيره ما يكونش لا انا ما عنديش ماكينه صغيره يعني خصني ضروري نشريها لا حتى ماكينه كبيره راه تخدم بيها راه ما كاينش فرق بين هادي وهادي اي ماكينه كبيره يعني تقدر تجرح كليا ماكينه صغيره كتكون يعني في هذاك سنان صغارين عفوا يعني كيكون عندها سنان صغارين ما كتجرحش كلينات وما كتشوفو بسهله وما كاين لا جرح لا والو الدراري كما كتشوفوا معانا ومحاول ما تسكيش على الماكينه يعني خدم بلاتي عليك ومرتاحه كما كتشوفها كنخدم مرتاح مع راسي وهي خصني تخدموا نتوما الدراري وحاولوا صردوا لي في فيديوز في انستغرام وانتوما كتخدموا كيفاش نشوفكم كيفاش عاملين الخدمه ونعطيكم يعني كيفاش كتخدموا وان شاء الله يا ربي نقدر نعمل باج الثانيه والدراري الناس اللي يعني اللي تعلمت من عندي انا تردي في فيديوز ديالها وغنبقى ننزلهم فلاشين الثانيه ان شاء الله يا ربي انا نعملها وغنبقى ننزل في فيديوز ديال الناس اللي تعلمت مني الا كان عجبتكم الطريقه هذه قولوا لي في الكومونتيرات نخليو هادشي هذا المهم دابا نفزقوا الشعر من فوق يا خوتي كما كتشوفوني ما تحاولوش تخدموا يعني تفزك وبيدك يعني تفزك وتحك بيدك هيدا يعني تفزك شعر بيدك لا خدم بمشطه فزك وبمشطه وهذا المقص هذا ما تخدموش به الدراري خدموا بهذا المقص هذا يعني الا كنتي كتعلم خدم بهذا المقص هذا هنا كنعاد لكم على هذا راه الا تعلمتي هذا راه نوقف حداك ونعطيك السلام الا خدمتي بهذا المقص هذا حاولوا تخدموا بهذا المقص هذا اول حاجه بداو من اللور يعني باللور وتينا داير يعني اما تبر الشمال اولا اليمين كما كتشوفوا شوفوا معايا مزيان وركزوا شوف كيفاش كنخدم بالمقص هذيك الدوره خاصها تطيح هذيك الدوره خاصها تطيح مزيان ها هي فين هي شوف كيفاش كنطلع طلع متزول يدك مشط ومقص مشط ما تخليش الشعر يدك مرون مشط باش تشوف شني اللي زولتي واللي ما زولتيش والحاجه اللي بقات لك يعني فيها كثافه يعني فيها الشعر بزاف يعني كتغزل يعني بين الشعر كتغزل بمشط ومقص يعني كتهز واحد الشعر واحد كميه شعر بالمقص وكتخشي مشط بين الشعر وكتنقص ديك بلاصه الكثافه اللي كاينه الشعر بزاف واتينا ساليت يعني هايدك وتينا ماشي الدراري كامله مشيو معايا هيدا الله يجازيكم بخير الدراري خصني الدراري كامله تتعلم والله العظيم الا كنشوف كومونتيرات ديالكم في اليوتيوب ولا انستغرام راه كنفرح ملي كنشوف الدراري تعلمت وانا عملت جروب في الواتساب كيسردوا ليها كيفاش اخاي ديالي كيفاش هاكي والله العظيم الا كنفرح بزاف كنفرح هانتوما كتشوفوا كنمشيو معاها كامله هيداك مشط ومقص ماشي شي حاجه صعيبه الدراري والله الحلاقه ماشي حاجه صعيبه خصك هي الصبر وصافي يعني في الاول كتجي شويه صعيبه
ولكن الا عطيتيها الصبر وعطيتيها الاهميه ديالك والله العظيم لا ترجع مخير مع راسك. انا ارحم لي الوالدين ديالي وصافي، هادشي اللي باغي نقول لكم. مشيو معاها كامل هيداك، انا سالينا الاتجاه هذا، شي كيفاش كتشوفوا انظروا لنا الاتجاهات. سهله، ما تكاين حتى شي حاجه صعيبه الدراري، حتى حاجه ما صعيبه. كذب عليكم كذاب يقول لكم لا الحلقه صعيبه، الحلقه لا ما كاين حتى شي حاجه صعيبه الدراري. والا عطيتوها بدل لكم راه تعطيكم كما كتشوفوا دابا كنخف الشعر، يعني ماشي بديك المقاس التخفيف، لا كنخفوه بمقاس عادي ولكن كنخفوه به كما كتشوفوا معانا، كنخفوا مزيان. يعني البلاصه اللي فيها كثافه كنخفوها، البلاصه اللي خفيفه كنعوضوها مع ديك البلاصه اللي فيها كثافه. وحنا ماشيين هايدا، شو كيفاش كنعملها، كيفاش ها كيفاش خصكم تعملوها الدراري كاملين. البلاصه اللي فيها كثافه راه ناقص منها، البلاصه اللي ما فيهاش خاويه بزاف خفف هذيك اللي حداها باش ترجع فحال بعطيتو، باش ترجع داك الشيء موازن مع بعطيتو. الدراري انا كنأكد لكم، حاولوا بلاصه لا حسب عينك ميزانك، ما تشوفوش قال لك لا هذه بلاصه خفيفه هذه بلاصه عامره. لا الفيديو ديالنا ها النهايه الدراري، كيف جاتكم؟ ما تنساوناش بجي.